بهذا الأعلان كشف نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم عن تصميمات إنشاء مبنى جديد للمسافرين في مطار المكتوم الدولي بتكلفة حوالي 35 مليار دولار، وذلك ضمن استراتيجية مؤسسة الطيران في دبي. وقال بن راشد عبر منصة إكس: نستعد لمرحلة جديدة من نمو قطاع الطيران العالمي، نستعد لمرحلة تتصدر فيها دبي قطاع الطيران الدولي للأربعين عاماً القادمة، كاشفاً أن مطار المكتوم الدولي البالغ مساحته الإجمالية 70 كيلومتراً مربعاً سيكون الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر، أي 5 أضعاف مطار دبي الدولي الحالي. كما سيتم نقل كافة عمليات مطار دبي الدولي له خلال السنوات القادمة. وسيضم المطار الجديد 5 مبان لصالات المسافرين تضم أكثر من 400 بوابة للطائرات. في المقابل تستعد دبي لبناء مدينة كاملة للمطار في دبي الجنوب سترفع الطلب على السكن لمليون نسمة، وستضم أكثر شركات العالم في القطاع اللوجستي والنقل الجوي. وفي ختام رسالته أكد حاكم دبي أننا نبني مشروعا جديدا للأجيال نضمن فيه تنمية مستمرة ومستقرة لأبنائنا، لتكون دبي مطار العالم وميناءه وحضارته العمرانية ومركزه الحضاري الجديد. فبعد حوالي 10 سنوات على هبوط أول رحلة ركاب تجارية في مطار المكتوم الدولي المعروف أيضا باسم دبي وورلد سنترال ADWC، ها هو اليوم يشهد على تطور كبير سيجعله الأكبر والأكثر ازدحاما حول العالم.